وهذا مالك الذي أدب بأدب ربيعة. يقول عبد الله بن وهب المصري: ما أخذت من أدب مالك أكثر مما أخذت من علمه. ويعني هذا أن من لا أدب له لا خير في صحبته، وإن تدثر بدثار العلم وإن تزيى بزي العلم فلا خير لك في صحبته، فلا خير لك في صحبته، لأنه يعلمك قلة الأدب ويجرئك عليها ويعلمك البأوة والزهو والكبر على الناس، كل ناقصة منه تأخذها. نعم.